فقرة راح أجيب لك ثلاث شخصيات أو أسماء لك ارتباط فيها وثلاث صفات. المطلوب أنه كل صفة توصلها بشخصية. جميل؟ ما تنطبق الصفات؟ نتحاور قد نصل لي لحل. حباً وكرامة. صفات مرنة تعتبر. يا سلام. الشخص الأول أكيد هلي البلوي إقبال. الشخصية الثانية إبراهيم النقيب. الشخصية الثالثة محمد عباس. هؤلاء الأشخاص الثلاث أشخاص أنتوا كونتوا فرقة. أي. معنا وليد باصالح. وليد باصالح. احنا ما ذكرنا وليد، احنا حاولنا انه ثلاثة محصرين بس كان ثلاثة. الاصل البداية كانت انا واقبال، ثم انا واقبال ابراهيم، ثم انا واقبال ابراهيم وعباس، ثم انا واقبال ابراهيم وعباس. ايه احنا جبنا الحين انا وابراهيم واقبال وعباس. يا سلام. جميل. يدي. ثلاث صفات اللي على الجهة المقابلة الابعد عن شخصيتي. جميل. الصفة الثانية عجول في قراراته. الصفة الثالثة زعول. لا الاول الزعول دي شلها. سهيل أنت زعول. أي أنا هم الثلاثة. خلنا نبدأ في الأو في الأولى. الأولى الأبعد عن شخصيتي وممكن لو حطيته بعد والأكثر لاستثارة غضب سهيل عباس. أكثر واحد ينرفزك محمد عباس. عباس. محمد عباس. عباس إذن بارد إلى درجة نرفز. أنا في العمل يعني العمل هو عجلة لابد إنك تواكبها. عباس بارد. عباس بارد. إيه؟ هذا أنا عاد أخذها مني بعد. لكن شوف. الثلاثة يشتركون في قضية وحتى وليد أنا في العمل أحب الرجل اللي قد كلمته كلهم أكيد قد ثلاثة كلمت. وبالذات عباس قد كلمت. يعني عباس ممكن يقطع إيده عشانك. لا لا, لا. ما حتى يضر نفسه عشان الكلمة اللي هو قالها. جميل. يعني الأبعد عن شخصيتي محمد عباس. صحيح. عجول في قراراته تلاحظ من بين هالثلاثة أو من بين هالاثنين لأن محمد عباس قالنا عجول في ما ولا واحد ولا واحد عجول في قراراته. لا لا بل مثل إبراهيم جزاه الله خير يستشيرني في كل شيء يمر به. جميل. فإبراهيم النوع اللي عنده بطء في اتخاذ القرار. هليل من أحكم المجموعة. يعني رجل حكيم جداً. ورجل ما يقدم على خطوة اللي هو دارسها بشكل صحيح لكن ما هو في بطء إبراهيم ولا هو بعجل. جميل. يعني زعول سهيل. زعول سهيل مرة هذه يا جماعة وصلنا. إذا كان اختار من هذولا سهيل. ما سهيل الطيري. عجول في قراراته ولا واحد من الثلاثة. نعم. محمد عباس ما هو مستعجل في قراراته. لا لا لا, لا. هو بارد كيف يكون مستعجل. لا 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 لا, لا. عباس جدا. عاد مشكلة اليوم طالب منه طلب أنا فأخاف إني يو مو بعجول الحين بيجيك الله يعينك بيض الله وجهك.